أن النظر كالتذكر والاستذكار، حيث يقوم الإنسان بعملية الاسترجاع في مخيلته، فذا يكون تذكره ليس سببا لحصول العلم، وإنما مجرد استرجاع. ورددنا على ذلك بالقول بأن قياس النظر مع الاستذكار قياس فاسد، هو قياس مع الفارق، لأن النظر، لأن التذكر هو تذكر المعلومة التي جاءت مسبوقة بالنظر، لا أنه لم ينظر من البداية. خب، الآن نأتي إلى دليل الأشاعرة الكلي، وهو قولهم أن عادة الله تعالى جرت في أن يسبب العلم، في أن يخلقه خلقا حينما ينظر الإنسان، يعني يسببه استقلالا جديدا، يحدثه إحداثا جديدا، مو أنه جاء هذا العلم مستتبعا للنظر من باب الأسباب والمسببات. فهذه كانت رؤيتهم. فالآن الرد عليهم في نقطتين، احنا في صفحة 27، ماذا يقول الشارح؟ يقول: وأما دليل الأشاعرة فهو باطل بوجهين. الأول، يعني الوجه الأول، أن ما استدلوا به على المدعى، يعني على مدعاهم من أن الله يخلق العلم لمن ينظر، مبني على قواعد الجبر التي قام الدليل على بطلانها، وشرحنا ذلك في الدرس السابق. اعتقادهم بالجبر أي أن كل الأفعال مخلوقة من قبل الله سبحانه وتعالى، وفندنا ذلك. الثاني، الرد الثاني عليهم، أنه سبحانه ربط المسببات بأسبابها، وهذا قانون كلي ينطبق حتى على الكيفيات، ومنها العلوم المسببة عن النظر، أو المسببة عن النظر، فيكون لزومها عقليا لا عاديا. أي أن الله تعالى جعل قانونا، وهو أنه كل من ينظر، كل من يعمل بهذا السبب، سبب النظر، يتسبب له المسبب، وهو ماذا؟ العلم، يحصل على النتيجة، يحصل على الإفادة العلمية، فلا يحتاج عينا، مثلما جعل الله تعالى سببا للإنسان أنه حينما يشرب الماء يرتوي، صحيح؟ مو معنى ذلك أن الله تعالى خلق الارتواء بحد ذاته، الله سبب الارتواء من خلال السبب. ما هو السبب؟ شرب الماء، يعني قضية فطرية في الإنسان. كذلك قضية النظر وحصول العلم قضية فطرية في الإنسان، الله دعانا لأن ننظر، لأن نتبصر، لأن نتعلم، فحينما ننظر نحصل على العلم من باب الأسباب والمسببات. رأينا، مو رأي الأشاعرة. شنو؟ لا، هذا الرد. وأما دليل الأشاعرة فهو باطل بوجهين، الأول الثاني، دققوا، يعني الرد الأول الرد الثاني. كسبوا رأينا. وأما رأينا في رد دليل الأشاعرة فهو باطل بوجهين. لماذا؟ الوجه الأول يعني الرد الأول، الرد الثاني، فهذا الثاني مو يعني قولهم، يعني قولنا، ردنا عليهم. شوفوا اللي قبله،
إذا قبل وأما دليل الأشاعرة فهو باطل لوجه. خب هذا كان الرأي الثاني. إحنا ذكرنا أنه هنالك انقسام بالنسبة إلى مسألة ما هو السبب الموجب لحصول العلم. قلنا أنه هنالك ثلاثة آراء، واحدة منها رأي الإمامية ورأي المعتزلة من أنه الله، من أن المسبب للعلم هو نفس النظر، الله تعالى جعل ذلك سببا، هذا رأينا. رأي آخر موجود للأشاعرة أنه لا، الله يخلق العلم لأن عادته جرت على ذلك، يخلقه خلقا لكل من نظر. هناك رأي ثالث للحكماء، يعني الفلاسفة، لأن أحيانا يعبر عن الفلاسفة بالحكماء. ماذا قالوا؟ قالوا أنه سبحانه يفيض على الناظر العلم إفاضة، والإفاضة كما نقول نحن فاض الماء أو فاض البحر، صار فيضان، يعني شيء لا إرادي. هنا أكو حقيقة فوارق جدا دقيقة يجب التركيز عليها. شنو الفرق بين قولنا وقول الأشاعرة وقول الفلاسفة؟ الفرق أنه شوفوا، إحنا نقول أن الله تعالى بإرادته جعل العلم يستتبع النظر، وجعل النظر سببا موجبا للعلم، يعني من الأول هو قرر أن يجعل النظر سببا للعلم. صار واضح؟ الأشاعرة يقولون لا، بإرادة الله، نعم نحن معكم أنه بإرادة الله، ولكن إرادته لاحقة مو إرادته مسبقة. أولا أنت تنظر، ثم الله تعالى يخلق لك العلم، جرت عادته على ذلك، مو أنه سبب السبب من منذ البدء. ليس معناه أنه قد سببه بدوا. واضح؟ الحكماء أو الفلاسفة شنو يقولون؟ يقولون نحن معكم أيها الإمامية وأيها المعتزلة في أنه سبب النظر، ولكن جاء هذا السبب بفيض من الله، يعني بغير إرادة، صار فيض مما يسمى عندهم بالمبدأ الفعال أو بالعقل العاشر، إفاضة. البحر حينما يفيض مو بإرادته، صار واضح؟ وهذا كله من مشتقات أو من آثار الاعتقاد بوحدة الموجود ووحدة الوجود أيضا. بسبب هذا الاعتقاد لا يعتقدون بأن الله تعالى يسبب أشياء بعينها، وإنما هنالك قوانين عامة حتى تعم الله تعالى والعياذ بالله. فمن بينها هذا، من بينها هذا. شوفوا هنا التعبير شنو يقول، يقول واستدل الحكماء على نظريتهم القائلة بأن، طبعا هنا القائلة خطأ، لازم يكون بالقول، نظريتهم مو القائلة بأن المبدأ، فنظريتهم بالنسبة إلى قضية السبب الموجب لحصول العلم اللي هو قولهم أنه تعالى يفيض على الناظر العلم بالنتيجة. فهنا خلوه بالقول، يعني مدعاهم أو حجتهم في إثبات هذا القول أو هذه النظرية. واستدل الحكماء على نظريتهم بالقول بأن المبدأ الفياض لوجود الحوادث موجب بالذات. المبدأ الفياض هو ما يسمى عندهم بالعقل العاشر. هم قالوا، هم شنو كان تفصيل مسألتهم فلسفيا؟ أنه الواحد، الواجب الواحد، يعني الله تبارك وتعالى واجب واحد، صحيح؟
الواجب القديم الواحد، لا يصدر منه من آثار إلا واحد، لا يمكن أن يصدر منه متعدد. يقولون الله تعالى هذا القديم الواجب، واجب الوجود، لا يمكن أن يصدر منه شيء متعدد، فيصدر منه شيء واحد. فأولا خلق العقل أو الفلك الأول على تعبيرهم، يربطونه أيضا بالأفلاك، خلق هذا الفلك الأول أو العقل الأول، ثم العقل الثاني خلق العقل الأول خلق العقل الثاني، والعقل الثاني خلق العقل الثالث، والعقل الثالث خلق العقل الرابع، وهكذا إلى أن تكاملت إلى 10 عقول، العاشر منها هو العقل الفعال أو العقل المبدأ الفياض، هو الذي يفيض الوجود على الممكنات، هو الذي استطاع أن يكسب الخلق خلقته. هذه نظريتهم، خرطيات طبعا، خرطيات بمعنى الكلمة، طبعا تدخل في الذات على أي حال، خرطيات بعد من اليونان المادري وين جاي. ومع الأسف أنه قسم من الفلاسفة المسلمين على تعبيرهم، يعني من تظاهروا بالإسلام أنزلوا هذه العقول 10 بمنزلة الملائكة، قالوا إيه نعم هذا الله خلق الملائكة، بعد الملائكة هم الذين خلقوا العالم، ومو أنه الله تعالى هو الذي خلق. وقد يكون في هذا القول صحة، ولكن هل هنالك عليه إثبات؟ على أي أساس أنا أفصل أقول 10 عقول؟ ليش مثل 50؟ وعلى أي أساس أصلا حكمت من حيث الأول؟ هذا أصلا باطل، إن شاء الله بعدين نتعرض إليه إذا صار مجال، أنه من قال بأن واجب الوجود لا تتعدد آثاره؟ وإلا كيف يكون واجب الوجود؟ أنتم أنزلتم واجب الوجود منزلة الممكن، يعني منزلة الإنسان، تقول الإنسان ما تتعدد آثاره، صحيح في نفس الوقت في نفس اللحظة ما تتعدد آثاره بلا شك. فعلى كل حال هذه القضية مفصلة، الله تعالى هو خالق المكان خالق الزمان، فعلى أي أساس لا يقال أنه لا تتعدد آثاره؟ على أي حال، واستدل الحكماء على نظريتهم بالقول بأن المبدأ الفياض لوجود الحوادث، هذا المبدأ الفياض العقل العاشر، موجب بالذات، يعني بذاته يوجب، مثل آلة، شيء طبيعي، شيء فطري، وأن فيضانها منه موقوف على الاستعداد التام حتى تأتي هذه الحوادث من العقل العاشر، من المبدأ الفياض، من العقل الفعال، حتى تأتي يجب أن يكون عند الطرف الآخر قابلية، يجب أن يكون عنده استعداد تام. ولا شك أن العلم الحاصل عقيب النظر أمر حادث فيندرج تحت تلك القاعدة، بمعنى أن النظر هو إبداء الاستعداد التام، هو العمل بمقتضى الاستعداد التام، وبهذه الطريقة يفيض علينا العقل العاشر العلم، بهذه الطريقة يفيض علينا العقل العاشر العلم. فنظريتهم حد وسط بين المعتزلة والأشاعرة، حد وسط بيننا وبين الأشاعرة، ذكرنا أنه بماذا يتفقون معنا بماذا يختلفون، كذلك الأشاعرة بماذا يتفقون بماذا يختلفون. فالنظر عندهم عامل معد للإنسان لكي يفيض عليه المبدأ الفياض، يعني العقل الفعال العقل العاشر، العلم بالنتيجة بعد تمام الاستعداد عند النفس البشرية. وطبعا لا حاجة لنا في لبيان بطلان هذا القول الزائف، قول زائف لا يحتاج إلى بيان ولا يحتاج إلى رد. إيه لأنه تضطر يا أخي، شنو تسوي؟ تضطر، لأنه يأتيك باكر واحد يتفلسف على رأسك،
وتضطر ترد عليه، شو تسوي؟ ان الحائط يقول لك مو الفار الحائط حس هذا المبدأ عقول العشرة والمبدأ الفعال وما أدري من هالحكي، شو تسوي له؟ فحتى تقدر تتجهز أنه ترد عليه ويعني يكون عندك قوة، لازم تعرف رأيه ووهن رأيه حتى ترد عليه. الأمر الثالث، إلى هنا انتهينا من بيان أن السبب الموجب لحصول العلم هو النظر لا غير، وأن الله تعالى سبب هذا السبب بدوان. شوفوا هذا كل تفسير لماذا لقول الماتن، قوله نعتقد أن الله تعالى في صفحة 21، نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العاقل أمرنا أن نتفكر في خلقه وننظر بالتأمل. هذا كله الآن نشرح شنو مفردة واحدة، وننظر نتفرع منها، ما معنى النظر؟ ما هو السبب الموجب لحصول العلم؟ هل النظر يكفي في حصول العلم أم لا يكفي؟ إلى غيرها من أمور. الآن نأتي إلى الأمر الثالث، أم صفحة 27. الأمر الثالث، كفاية النظر في حصول المعارف. قال الشارح اختلف في هذه المسألة على قولين، يعني هل أنه يكفي النظر في حصول المعرفة في حصول العلم أم لا؟ سلمنا بأنه النظر سبب موجب، أما هل هو بحد ذاته يكفي أم يجب أم يحتاج إلى عامل مساعد؟ يقول اختلف في هذه المسألة على قولين، الأول أن النظر غير كاف في حصول المعارف، النظر المجرد غير كاف في حصول المعارف، بل لا بد من معونة معلم يرشد إلى النظر، فمن دون المعلم يتعذر حصول العلم. يقول ما يصير واحد فقط يبحث بمفرده لن يتوصل إلى العلوم، لازم يدرس، لازم من خلال معلم. هذا قول. القول الثاني أن النظر كاف في تحصيل العلوم، لا ما نحتاج إلى معلم. بيان الأمرين بالنسبة إلى الأمر الأول فمردود، طبعا هذا الأمر الأول يعتقد به الصوفية ويعتقد به قسم من الإسماعيلية الذين يطلق عليهم بالملاحدة، ملاحدة مو لأنه ألحدوا بالله، ولكن هي الأمر الأول مردود، ويعتقد به يعتقد بالأمر الأول أنه لا بد من مرشد، لا بد من معلم، لا بد من أستاذ إلى جانب النظر حتى يرشدنا في تعلم أو في الحصول على العلم. هذا بس على النظر الصوفية؟ إيه الصوفية يعتقدون بذلك. لا طبعا لا مو معقول، هسه راح نبين. الصوفية وقسم من الإسماعيلية يطلق عليهم الملاحدة، وهم الإسماعيلية النزارية، فيها من الإسماعيلية كانت موجودة في إيران في قلاع الموت، قلاع الموت يسموها قلعة الموت، يعني اسمها الموت مو انه وصفها. فرقه من جماعتنا الاسماعيلي، جماعتنا نعوذ بالله، فرقه من الشيعة. اي هذا في تعبير من هم غيرنا، والا نحن لا نعتبرهم شيعة، نعتبرهم نواصب. فالاسماعيلية اطلق على هذه الفئة الاسماعيلية النزارية كلمة الملاحدة من قبل وزير هولاكو، وزير هولاكو حينما استولى على بغداد أطلق عليهم كلمة الملاحدة فركب عليهم هذا الوصف، وإلا مو المقصود أنهم ملاحدة واقعا وصدقا. على أي حال هذه الفئة كانت تعتقد عينا مثل الصوفية أو الأشهر عند الصوفية أنه لا بد للإنسان مع النظر من معلم يعلمه حتى
يتمكن من من تحصيل العلم. ردنا على هؤلاء ما هو؟ أولا نستشكل، نقول سلمنا بذلك كلامكم، ولكن التجربة التاريخية تثبت عكس ذلك. يعني يقع في الذهن، في المعقول، في الخارج، في الواقع الخارجي، يقع أن إنسانا نائيا في جزيرة نائية ليس معه أستاذ يتعلم مثلا كيف يقدح شرارة النار من خلال التجربة، يصير ولا ما يصير؟ يصير، يبتكر. هنا حصوله على هذا العلم، على هذه المعلومة، هل جاءت عن طريق معلم؟ لم تأتي عن طريق معلم. ثم الدليل النقلي أيضا، كل إنسان يولد على الفطرة. شنو المعنى؟ أنه كل إنسان يستطيع أن يتوصل إلى إلهه إذا يكون حتى في أدغال أفريقيا النائية مثلا ليس معه معلم، إذا شوية تفكر يعرف بأن هنالك ربا خلقه وخلق وأوجد هذا الكون، يعرف بأن هنالك قوة متحكمة بالطبيعة. هذا توصل إلى هذا من خلال ماذا؟ من خلال نظر، نظر مجرد، مو نظر عن طريق معلم. فلماذا تجيبون المعلم؟ لماذا تقولون أنه يجب المعلم؟ يجب المعلم، هو شرح حل عن جاء الشرح مادة لا شوفوا حتى هذا، شوفوا حتى هذه العلوم اللي الآن أنا أدرسكم إياها، صحيح؟ السؤال أنه ألا تتمكن أنت من التوصل إليها بغير معلم؟ تقدر بس صعب، مو أنه ما تقدر، مو شيء محال، هم كلامهم أنه محال. هذا ردنا عليهم، في فرق بين الصعوبة وبين المحال. نعم أستطيع أنا أن أدرس دورة الفقه كاملة عن طريق أستاذ في مدة سنة، صحيح؟ عن طريق أستاذ، لأنه راح يسهل علي، لأنه نظر قبلي هذا الأستاذ ومن قبله ومن قبله، نظروا قبلي فتوصلوا قبلي إلى هذه الأمور، فمجرد عملية إعادة ذكر وتلقين. أنا أحتاج أنه أتوصل إليها بمفردي، دورة الفقه أتعلمها بمفردي أحتاج إلى مثلا 4 سنوات، صحيح؟ أو أحتاج إلى مثلا 5 سنوات. فهي القضية أن الأستاذ يساعدك على حصول العلم، مو أنه بلا الأستاذ يمتنع حصول العلم، يصير حصول العلم محال. يعني ما يصير الإنسان يكتفي بمجرد النظر، لا، ممكن أن يكتفي بمجرد النظر، أما يكون صعبا هو صعب، نسلم بذلك، أما مو محال. صار واضح الفرق؟ الصوفية والإسماعيلية النزارية يقولون لا، العلم متعذر الحصول بغير معلم، لا بد من معلم. وهذا ليش؟ حتى شنو؟ حتى يقولون أنه لابد ترتبطون بالصوفية. فشنو يقولون هذا الشيخ شو يسمونه؟ الشيخ الولي أو ما أدري، شيخ الطريقة، شيخ الطريقة، طريقة النقشبندية، طريقة ما أدري التيجانية، طريقة الكذا، طريقة الكذا، أنه هذا شيخ الطريقة لازم تتحول شيخ الطريقة، وإلا ما تقدر ترتقي مراقي علمية، لازم هذا يكون عن طريقة تتلقى العلم، لوحدك ما يصير. الثاني، القول الثاني وهو قولنا أن النظر كاف في تحصيل العلوم، لأنه متى حصلت المقدمتان، متى حصلت المقدمتان لنا على الترتيب المخصوص، ترتيب سليم، حصل لنا الجزم بالنتيجة سواء كان هناك معلم أو لا. وصعوبة تحصيل المعرفة بأظهر الأشياء لا يدل على امتناعها مطلقا من دون معلم. على الإمامية قالت هذا الشيء. نعم.
والأول يعني القول الأول لفرقة إسماعيلية تسمى بالملاحدة، واستدلوا عليه. بماذا استدلوا؟ بأن أبسط الأشياء التي هي قريبة من الحس تحتاج إلى معلم، فمثلا الحياكة والتجارة والصياغة والطبابة ونحوها أمور يحتاج المرء في تعلمها إلى معلم، فمن دونه لا يمكن للإنسان أن يصير حياكا أو نجارا أو صائغا أو طبيبا. وهذه أمور حسية، أمور يعني تجربة يدوية، تجربة حسية، فكيف بغيرها من غير الحسية؟ يعني مثل أمور البحث في الذات الإلهية، في وجود الواجب، في وجود الخالق جل وعلا، وجود الصانع، مما يكون الاحتياج إلى معلم لها بطريق أولى. هالشكل يصور المسألة. فشنو الرد عليهم؟ ينقض عليهم أولا أن ما أفادوه مخالف للوجدان ولطريقة العقلاء القاضيين بحصول العلم في كثير من الأمور من دون استناد أو توقف على وجود معلم، مثل المثال اللي ذكرنا. كثير من الأمور الحسية أيضا، وما استدلوا بالأمور الحسية، كثير من الأمور الحسية توصل إليها الإنسان عن طريق التجربة الذاتية مو عن طريق المعلم. أصلا هذه الاختراعات اللي موجودة الآن هل عن طريق معلم؟ تجارب ذاتية، كانت تجارب ذاتية، الكهرباء، الطائرات، الكمبيوتر، ما أدري، تجارب ذاتية. وناس معينين، نيوتن سوى كما يقال 600 تجربة فاشلة، 601 نجح في توليد الكهرباء. كان عن طريق معلم؟ ما كان عن طريق معلم. اليوم الحيوان بيتعلم بدون معلم، اي مسألة واضحة البطلان، واضحة البطلان، ما تحتاج إلى نقاش. مو هذا هم أكو بشيء آخر، يعني هذا هم أكو بكلام أنه الله تعالى ألهمها، يعني أوجد هذه الصفات الفطرية فيها. بس على أي حال بشكل عام نقول نعم، الإنسان يمكنه أن يتعلم وأن يصل إلى معلومة أو إفادة أو معرفة بغير معلم عن طريق التجربة مثلا. فإننا في حياتنا اليومية نحصل على كثير من العلوم عن طريق تفكيرنا من دون استعانة بمعلم خارجي. نعم، من دون معلم يصعب حصول العلم، ولكن كلمة يصعب شيء وما ادعوه من أنه متعذر، يعني مستحيل شيء آخر. أحسن بالي بالي. ثانيا، هذا حتى تعرفون شلون حجة الإمامية باهرة وساطعة مثل الشمس. أنار الله برهان الإمامية وشيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ثانيا، أنه متى ما روعي ترتيب المقدمتين في القياس بجزئيه الصوري والمادي في الذهن. شرحنا ما معنى القياس الصوري والذهني، عفوا الصوري والمادي، وتطبيق الكبرى على الصغرى، شرحناها في الدرس السابق. فيحصل لنا الجزم بالنتيجة سواء كان هنالك معلم أو لا. فما ادعاه بعض الإسماعيلية مخالف لطريقة العقلاء عامة، مخالف لطريقة العقلاء عامة. إلى هنا المسألة واضحة. أكو سؤال؟ أتصور واضح. لا واضح. حتى ننتقل إلى الأمر الرابع. نعم. والأول لفرقة إسماعيلية استمر منها. يعني هو نفس النقطة الأولى. إيه. والأول يعني القول الأول. نعم. والأول يعني القول الأول. خب. الأمر الرابع، شروط النظر. هنا نهم خطأ. متى يكون النظر؟ حطوا حتى يكون النظر، حتى يكون النظر صحيحا. فحتى يكون الآن نريد أن نبحث في ماذا؟ في شروط النظر. هنالك شروط
يجب أن يتصف بها النظر إنجاز التعبير حتى يرتب النتيجة، وإلا مجرد نظر هكذا بدون اتصاف بهذه الشروط لا يؤتي النتيجة. ما هي شروط النظر كما يقول الشارح؟ يقول ثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الحصول على الغاية. يعني شنو؟ يعني يكون هذا الأمر مجهولا. عرفنا سابقا النظر، ماذا قلنا في النظر؟ قلنا ترتيب أمور ذهنية لتصور أمر مجهول وإثباته بالبرهان، صحيح؟ واستيعابه، عفوا واستيعابه، هذا ذكرنا حتما سجلته عندكم بالدفتر. تعريف النظر شنو عرفنا؟ واحد يقول لي ترتيب. ليش سجلناه؟ أو يمكن سجلته على المتن. فلحظة، على المتن وين وين؟ أي صفحة؟ أي صفحة؟ أحسنتم. اللي قلنا ضيفه هنا واستيعابها عقليا، ما شكل؟ ترتيب أمور ذهنية للتوصل، قلنا صرف كلمة توصل، للتوصل إلى أمر مجهول واستيعابه عقليا، هذا معنى النظر، صحيح؟ الآن نريد أن نأتي إلى شروط النظر. فقلنا أن الشرط الأول عدم الحصول على الغاية، يعني يجب أن يكون هذا الأمر مجهولا، وإلا النظر يكون فيه من قبيل تحصيل الحاصل. يعني الآن أريد أن أبحث أن الشيخ علي معاش ذكر أم أنثى، خو أدري أنه ذكر، ما يحتاج أنه أبحث. أريد أن أبحث أنه بريطانيا تقع في الغرب في أوروبا أم تقع في آسيا مثلا، فما يحتاج إلى نظر، أمر معلوم، تحصيل الحاصل قبيحا. فيجب من شروط النظر أن يكون أن تكون الغاية مجهولة. يعني الغاية شنو؟ لم يحصل عليها. فشنو يعبر؟ يقول عدم الحصول على الغاية، بمعنى أن الإنسان إذا أراد النظر في مقدمات ما، يعني مقدمات ما معينة، مقدمات أي مقدمات، لا بد أن يحصل على غاية، وهي الاطلاع على النتيجة هل هي صحيحة أم لا، بعد تركيب القياس بأن العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. هذا مثال يذكر ما يهمنا، أنا شرحنا. فإذا كانت الغاية حاصلة لدي سلفا أساسا عنده، ومع هذا نظر فيها، فإنه أشبه شيء بتحصيل الحاصل، وهو قبيح، قبيح عقلا، لأنه بعد تحصيل الغاية يكون قد أراد تحصيلها من جديد. نعم، إذا أراد البحث فيها أو النظر فيها للتفريع عنها فلا يكون قبيحا. هذا هم علقوا، يعني ضيفوا هذه المعلومة أو هذا التعليق، أنه نعم يجوز الإنسان. الآن إحنا عندنا شك أنه الله تعالى موجود، ما عندنا، ليش الآن نبحث حتى نستدل على الغير ونفرع من هذه الحقيقة حقائق أخرى؟ فهذا لا يكون قبيحا. صار معلوم؟ خب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يعتقد بضد النتيجة التي يريد الاطلاع عليها. يعني مسبقا ليكن عند حالة تعصب أو حالة رفض للنتيجة التي يريد أن يطلع عليها. من الأول يقول أرفض. كثيرين كانوا يأتون بالكويت من أبناء العامة يسألوننا ويناظروننا، فمن الأول يجي يقول شوف حتى لو تجيب لي ألف دليل ودليل على أنه الشيعة على حق، ما أصير شيعة، ما أصير شيعة، شنو الفائدة عليه؟ حيث تفضل على تعبيرنا بالكويت، عطني مقفاك، اقلب وجهك، ليش جاي لعب؟ لا، الإنسان اللي حقيقة يريد أن يصل إلى معلومة علمية يجب أن يتجرد،
يعني يكون فقط هدف الوصول إلى المعلومة ويقبلها أيا كانت ما دامت موافقة للعقل وللدليل. الشرط الثاني أن لا يعتقد بضد النتيجة التي يريد الاطلاع عليها. فإذا كان معتقدا بضدها أي مثلا عدم حدوث العالم من الأول حاسم المثل، فسوف يكون جاهلا بالجهل المركب ككثير من الناس الذين يعتقدون الوصول للواقع مع أنهم بعيدون عنه. من الأول حسم المسألة فصار عنده حالة جهل مركب، جهل على جهل، ويريد أن يصل إلى الحقيقة. لا، لازم تكون النتيجة من الأول سليمة، المقدمات شنو؟ سليمة، المقدمات سليمة. الشرط الثالث حضور المطلوب لدى الناظر، إذ الغافل عن الشيء لا يطلبه، والنظر نوع من الطلب. يعني شنو؟ يعني الإنسان يكون مهتم بهذا الموضوع، تكون عنده حالة اهتمام بطلب العلم، بطلب الإفادة، بطلب المعرفة. إلى هنا انتهينا من الأمر الرابع وهو شروط النظر. فنأتي إلى الأمر الخامس وهو رتبة النظر. شنو يعني رتبة النظر؟ يعني ترتيبه في سلم الواجبات، في سلم الأولويات التكليفية الشرعية. قلنا أنه النظر واجب، الآن الكلام أنه هذا النظر ما رتبته، هل أنه أول الواجبات، ثاني الواجبات، ثالث الواجبات، رابع الواجبات، عاشر الواجبات، أيا كان ما هو رتبته في سلم الواجبات؟ أول ما إنسان يصير مكلف ماذا عليه أن يفعل؟ هل عليه أولا أن ينظر أم لا؟ اللي هذا ما اصطلحنا عليه بالدرس الأول شنو؟ بالمسألة رقم واحد في الرسالة العملية يجوز التقليد في أصول الدين، يجب عن التوصل إليه عن طريق بحث واستدلال وبرهان، عن طريق دليل وبرهان. هنا الآن سنفصل في هذه المسألة لإثبات أن النظر هو أول الواجبات. يقول الشارح: والمراد منه أنه ما هي أول الواجبات على المكلف؟ يقول: اختلف المتكلمون في ذلك على ثلاثة وجوه. الأول أنه الشك، أولا إنسان يجب أن يشك في أصل وجود الدين، في أصل وجود العالم، في أصل وجود الصانع، يعني في وجود الله تبارك وتعالى، في أصل الاعتقاد بهذا المعتقد. ثم بعد ذلك يرتب عليه الأمور الأخرى مثل النظر التي من خلالها يتوصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أفضل سيد أفضل بي. أنه الشك، هو الإنسان يجب عليه أن يشك في كل شيء. إيه، هذول المتكلمون القسم الأول من المتكلمين يقولون أول الواجبات على الإنسان المكلف الذي يبلغ سن الرشد، سن البلوغ، عليه أن يشك أولا حتى يرتب على ذلك بقية الأمور. بالي 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 بالي. يعني صار عنده منهج تشكيكي. القول الثاني ما هو؟ يقول: لا، أول الواجبات هو النظر، أول الواجبات هو النظر، يعني البحث. القول الثالث يقول: لا، الأول الواجبات هو المعرفة بالله تعالى. خوش، من قال بالوجه الأول ومن قال بالوجه الثاني ومن قال بالوجه الثالث؟ الوجه الأول لأبي هاشم. من أبو هاشم؟ أبو هاشم ابن محمد ابن الحنفية، أحد زعماء، يعني من تربى عنده المعتزلة، يعني دول المعتزلة، كبار المعتزلة تتلمذوا عنده. هذا أبو هاشم كان يقول بهذا القول،
أبو هاشم ابن محمد ابن الحنفية، هذا الحنفية مع معروف ابن أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فأبو هاشم وهذا أصلا أكبر دليل على أن محمد ابن الحنفية، وبالذات هل الآن أنا متوقف في شأن محمد بن الحنفية، ولكن سلالته لم يكونوا من شيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وإنما كانوا متباعدين عنه. لا، لأنه لهم منهج خاص، منهج عقيدي وفكري وفقهي خاص، ولهم تلامذة ولهم كذا. يعني ما أنه هذا أبو هاشم متى راح حتى تتلمذ عند أهل البيت، متى تتلمذ عند زين العابدين، متى تتلمذ عند الباقر صلوات الله عليه وسلم. فالوجه الأول لأبي هاشم ودليله، شنو دليله؟ يقول أن النظر يجب أن يكون مسبوقا بالشك، حتى إذا نقول أنه النظر أولا هو أول الواجبات، فلازم أولا يكون مسبوقا بالشك. إنسان يشك أولا أنه هل هنالك صانع أم لا، هل هنالك الله أم لا، بعدين ينظر. شخص جاء وطرق الباب، صار عندي شك أنه هذا الطارق منه، فبعدين أنظر أروح أشوف أنه هذا الطارق منه، زيد أم عمرو. نعم، ينظر يعني يفكر، نعم يعني يبحث يتبصر. صار معلوم؟ هذا دليل. الوجه الثاني، يعني القول الثاني الذي يقول أنه أول الواجبات هو النظر، لأبي إسحاق الإسفرائيلي والسيد المرتضى وابن نوبخت، يعني علماء الإمامية، مشهور علماء الإمامية، ليس كلهم. مثلا الفاضل المقداد يرى أنه لا، أول الواجبات معرفة الله تبارك وتعالى، يعني القول الثالث يصير في كل ملتين أقوى، بس مشهور الإمامية أنه شنو؟ النظر، النظر هو أول الواجبات. الآن نفصل إن شاء الله. الوجه الثالث للأشاعرة وبعض المعتزلة، دول قالوا لا، واستدلالهم على ماذا؟ بقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة، أول الدين معرفته. والبعض واضح، أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول أول الدين يعني أول واجبات معرفة الله، فليش احنا نجيب من عندنا الشك أو النظر قبل ذلك؟ لا، نقول أنه أول الدين معرفة الله تبارك وتعالى. هنا ينبغي أن نأتي بالحجة على الوجه الثاني أو القول الثاني. لماذا هو النظر أول الواجبات؟ لا نقول الشك، لماذا؟ لأن الشك يوقعنا في محذور، وهو أنه مخالف للفطرة. الله تبارك وتعالى خلق البشر على الفطرة، فطرة ماذا؟ فطرة الإحساس بوجود خالق. فهل يجوز لإنسان أن لا يكون شاكا وفي نفس الوقت يبحث في وجود الصانع، في وجود الله تبارك وتعالى؟ يجوز، ما بيشكر. ليش لازم أوجب عليه أنه يشك أولا حتى ينظر؟ لا، خل ينظر وهو ليس عنده شك، ليس فيه إشكال. ما يصير أنه أنا أرتب عليه من البداية أقول له لازم تشك، يعني يصير الشك وظيفة شرعية له، بالذات بالنسبة إلى قضية شنو؟ وجود الله تبارك وتعالى، يعني وجود الصانع، هذه قضية جدا مهمة. فلماذا نوجب على المكلف الشك؟ فإذا ننتقل إلى النظر، نقول النظر. خب، لماذا لا نلتزم بكلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أنه النظر أول المعرفة، عفوا، أنه المعرفة أول الدين، معرفة الله تبارك وتعالى، يصير رأينا رأي الثالث؟
لأننا نقول أن هذا النص صحيح، أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول أن أول الدين معرفته، يعني معرفة الله تبارك وتعالى، ولكن من مستلزمات هذه المعرفة، من الطرق التي توصلنا إلى هذه المعرفة، مما يوصلنا إلى ذلك، يعني من الوظيفة التوصلية إلى هذه الوظيفة، عندنا وظيفة، وظيفتنا ماذا؟ معرفة الله، صحيح؟ ما هي الوظيفة التي توصلنا إلى ذلك؟ النظر. فهو متضمن في كلام أمير المؤمنين عليه السلام تضمنا واضحا، عينا مثل ما يقول الشارع صلي، صحيح؟ هذه وظيفته، واجب، صحيح؟ فأنا هل أقول أنه أول الواجبات أن أروح وأكبر أقول الله أكبر وأصلي؟ لا، يجب أن يكون مسبوقا ذلك بماذا؟ بالفعل التوصلي. هذا هم أكو بالاصطلاحات الأصولية والفقهية، بالفعل التوصلي. الفعل التوصلي هو الذي يوصلني إلى أداء العبادة، إلى أداء العقيدة، عفوا الفعل الكذائي. فأذهب أولا إلى الوضوء، ولا يخالف ذلك، لا يخالف ذلك القول بأن الصلاة مثلا واجبة، كذلك الأمر بالنسبة إلى قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أول الدين معرفته بلا شك. ما الذي يوصلنا إلى معرفة الله؟ النظر. فإذا ثبت أن النظر أول الواجبات، هذا إن أردنا التقسيم الدقيق، إن أردنا التقسيم الدقيق. وإلا يجوز أيضا بالتعبير العام أن يقال أن أول الدين، أول الواجبات، معرفة الله تبارك وتعالى، ولأنه معرفة الله تبارك وتعالى تتطلب النظر، تستلزم النظر، فيكون ذلك واجبا ويكون أول الواجبات. فتلخص من هذا، ما يحتاج نأتي على ذكر الفقرتين لأنهما شرحناهما، فتلخص من هذا أن المعرفة حالة حاصلة بعد الشك والنظر، ولا بأس. هنا أنا بعد يروح على تنبيهات، فالكلام هنا أنه المعرفة حالة حاصلة بعد الشك والنظر، معرفة الله تأتي متأخرة عن رتبة الشك والنظر، ولكن لأننا لا نوجب النظر الشك على أحد، خصوصا فيما يتعلق بالذات الإلهية في معرفة الله تبارك وتعالى، نقول أن أول الواجبات هو النظر. إن شاء الله في الدرس المقبل نأتي على ذكر التنبيهات المتعلقة بهذا الموضوع. قبل أن نختم الدرس، لا بأس أن نوصي بأنه إن شاء الله الإخوة الموجودين خلال الأيام المقبلة، يعني أيام التعطيلة وأيام اللي ما عندنا دروس، إلى يوم إن شاء الله الأحد المقبل، إن شاء الله تجلسون مع بعض يوم تنتخبونه خلال هذه الأيام الأربعة القادمة، تنتخبون يوما للمباحثة، يعني لاستذكار ما يعني أخذتموه أو تعلمتموه ومراجعته مع الغير، حتى تترسخ المعلومات أكثر إن شاء الله تعالى في العقول. بدون مباحثة، أتصور سابقا نبهنا على النقطة، بدون مباحثة ما تركز المعلومات. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وآل محمد الحمد لله، شكرا لله، اللهم صل وسلم.